كما ذكر أخونا، فيعني ما يتعلق بالإجازة، الإجازة القرآنية، نعم الإجازة القرآنية شهادة معلم حافظ لطالب حافظ بأنه قد أتقن تلاوة القرآن وحفظه بإتقان. هذه شهادة معلم لطالب. هذا الطالب عندما يحصل على هذه الشهادة من هذا المعلم، ما يسمى إجازة، هي في الحقيقة ليست كما يتصور البعض ختم أنه متعلق بالإتقان، وأنه بعد أن يحصل الطالب على هذه الإجازة أن الطالب إذن يتقن تلاوة القرآن باستمرار، وهذا غير صحيح أبدا. هو نعم يتقن تلاوة القرآن إذا استمر فيما يتعلق بمقتضى هذه الإجازة، استمر يتعهد القرآن، استمر يتعلم القرآن، وفي الحقيقة سيكون متقن القرآن. لكن لو جاء طالب وأخذ إجازة عند معلم ما ثم توقف، دعنا نقول لثلاثة أشهر، فنسي القرآن وتفلت منه القرآن، وبالتالي ضعف حفظه وضعف أيضا إتقانه وضعف أيضا تلاوته، تلاوة الأخطاء اللي كانت عنده في بداية قراءته عادت له من جديد. ثم قرأ القرآن، اسمع مني، قرأ نعم القرآن نعم فصارت عنده أخطاء مثلا، فلو صوب هذا الطالب، هل يقول هذا الطالب أنا معي إجازة؟ لا هل يقول هذا؟ طيب لا هو يقول صادق، هو معه إجازة، نعم ماذا نقول إذن؟ هل تنفع هذه الإجازة بهذه الطريقة؟ لا تنفع. لا طيب لو تنفع طالب آخر خذ إجازة وسند كما يقال سند عالي، ها، نعم وتوقف عن القرآن فترة ثم تفلت منه القرآن، فإذا قيل لفلان تحفظ القرآن؟ يقول نعم أحفظ القرآن ومعي إجازة بحفظي للقرآن. نقول لها ليهنك، يعني جهل ليهنك ما ذكر الناس عنك أن معك إجازة، لكن هذا لا ينفعك شيء إذا لم يستمر القرآن معك أتكلم ولم تعمل بالقرآن، لا ينفعك والله بشيء إذا لم تحافظ على حفظك للقرآن وتعمل بهذا القرآن. أنا أذكر طلاب ممن أذكرهم مروا علي، فأقول لهم، يقول لي أنا معي إجازة، فأقول له حسن جيد، أسأل الله أن يفتح عليك وينفع بك وكذا، فيقرأ علي وأجد عنده أخطاء، عنده أخطاء في، يعني لا أقول أخطاء في، يعني مثلا أخطاء دقيقة مثلا في مخارج الحروف، أو مثلا على سبيل المثال هنا الغنة تلحق ما بعدها، وهذه تفخم، هذه ترقق، لا لا، أخطاء في الحركات، ها، ومعه إجازة، نعم ومعه إجازة. طيب، عشان نستوعب أنه ما له علاقة إجازة. طيب لو في طالب يا أخوان، لو في طالب ختم القرآن بإتقان، بتلاوة ما شاء الله متقنة، وما أخذ إجازة، ما أخذ إجازة، هل نقول إنها يعني يصلح إنه يقرأ ولا ما يصلح إنه يقرأ أو يعلم؟ ها، ما معي إجازة الآن من معلم معين، وليكن قرأ على هذا قليل وقرأ على هذا قليل وقرأ على، كما حال كثير من الطلاب، ويحسن تلاوة القرآن، ما عنده أي أخطاء ولا معه إجازة. إذن إنه ينبغي أن يعني نعرف التصور المتعلق بالإجازة القرآنية. أيضا الإجازة القرآنية ليست تزكية كما يتصور البعض، الإجازة القرآنية ليست تزكية، انتبه. يعني لو واحد مع إجازة من شيخه مثلا، ثم هذا الشخص نسأل الله العافية لنا ولكم كان عنده مثلا بعض الأشياء، المخالفات أو بعض الأمور، يقول أنا معي إجازة قرآنية، ما له علاقة. يعني الإجازة القرآنية تختلف في، يعني عن باب ما يتعلق على سبيل المثال
الجرح والتعديل في مصطلح الحديث يختلف، يختلف تماما. يعني لو جيت انت سند في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل رجال السند رجال يسمى رجال الصحيح كلهم، إلى أن وصل عند البخاري ودون البخاري كلهم رجال صحيح. يعني شو معنى رجال صحيح؟ يعني عدول، تامين الضبط، سندهم متصل، سالم من الشذوذ والعلة القادحة، كل رجال صحيح مزكوا، ما عندهم أي شيء يطعمهم. استوعبت هذا؟ قد نعم صور نعم. قد صور بعض هذا نفسه في الإجازة القرآنية، لا لا اختلف يا أخي، اختلف تماما، اختلف تماما. إجازة القرآن متعلقة بأنك أحسنت تلاوة القرآن وحفظت القرآن بإتقان. والأعجب من هذا، الأعجب من هذا، وقد رأيت من يجيز يقول يشترط لحصول الطالب على إجازة أن يدفع مبلغ من المال، وهذا أعجب من أعجب ما رأيت. أن ماذا؟ نعم؟ أن يطلب من إيش؟ ما؟ أن يطلب أن من المعلم يطلب من الطالب أن يدفع مبلغ من المال. مبلغ كثير هذا الشيخ، هذا كثير. ليحصل على الإجازة القرآنية، وكأنها أصبحت تجارة، تجارة بكتاب الله، تجارة الدنيا للأسف بكتاب الله، نسأل الله العافية والسلام. وأمر خطير صراحة، أمر خطير جدا. نعم إن حق ما أخذتم عليه أجره كتاب الله، لكن ما يتعامل بكتاب الله كمساومة، أعطيك تعطيني ماذا؟ لا لا أنا. وبالتالي إذا أنت أعطيت المقابل على هذا أنت ترجو يعني بعملك هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. بل وش دافعك يا أخي؟ نسأل الله العافية، وش دافعك الآن؟ والله يا أخوان، والله أن يعني دافع الإنسان وهو يعمل شيء للقرآن ومنظوره دنيوي، الله العظيم نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، شيء صراحة يا أحبابي يعني نقول يعني تذهب الهمة كما يقال في أسفل سافلين. والله صحيح منظور الدنيوي، توقف الشيء هذا وقف أنا، هذا خطير 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 إلى أبعد حد. إن شاء الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والسلام، خاصة فينا في موضع الطلب، في موضع الطلب. ما يجي طالب مثلا يطلب علم عند معلمة مثلا ما يقول له يا معلم أنا عندي ترى إجازة، هذا إذا هو دخل كطالب بهذا التصور صدقني لن يستطيع أنه يستفيد من معلمة ولا فائدة. في موضع الطلب لابد أن يظهر الطالب حاجته لما يطلبه، حاجته، ضعفه، جهله، حتى يتعلم. أما إذا جيت أنا في موضع الطلب وكنت أظهر شيء من العلم وإني أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، كما هو حال يعني للأسف عدد من طلاب العلم في موضع الطلب، يعني مجلس طلب، وتجده يعني ويفند ويعلق على الشيخ ويقيم معلمه عجيب. كيف تستفيد؟ كيف تستفيد؟ كيف تستفيد من معلم انت ما اقتنعت فيه اساسا؟ او انك تستفيد من معلم انت ترى ان معك اصلا الكفايه في هذا العلم اللي انت جالس تطلبها الان من هذا المعلم مثلا؟ فهذا امر جانب مهم جدا، ارجو التنبه له، وفقكم الله.